لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اجري نشيخ حاصل ولي تاسو صواب ذنكاي حتى تنفقوا مما تحبون ترديش خرش كيدا غسلنا شيخ وخوي تاسو وما تنفقوا من شيء وعايش خرشك ويدا سوشي عرصبي فإن الله به عليم يقينا الله تعالى باي بويري كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل أخرى كنا شحرام قليد خلقو دا حلال بني إسرائيل الرام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما سوى دانا شبن كلو ياقوب السلام بخبز دان ماني من قبل أن تنزل التوراة مخي دنازل أولود التوراة نام قل فاتوا بالتوراة فتلوها طويا روڑ التوراة قلوا لا غيلرا إن كنتم صادقين كتاسو رشتنيين فمن افترى على الله الكذبا شاشي اتر الله تعالى بان دروم من بعد ذلك فاستدي وزاحتنا فأولئك هم الظالمون نداك سان فور ظالماني قل صدق الله طوى رشتاوي لي الله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وتابداري كوي دا دين دا إبراهيم السلام شكلك وبتوحيد وما كان من المشركين أو نو دا مشركان دردلنا إن أول بيت يقينن والكور وضع للناس شجوكري شويد بار دخلكم للذي ببكة خامها كور ديش بمكة كرين مباركا هدى للعالمين زيد ديرو بركة دي او زيد هدايت دي دبار دخلكم فيه آيات بينات فايقي دلنا دلال توحيد دي اخكار اخكاران مقام ابراهيم يودا غنا مقام دي ابراهيم عليه السلام دي ومن دخله كان امنا الصوب شايد داخل شو ويوا امن والا ولله على الناس حج البيت وخاص الله لرشتا بخلق باني حج بيت الله من استطاع اليه سبيلا وباغشا شوصلري يا غيت دلارين ومن كفر او شاش انكاركو دحجنا فان الله غني عن العالمين يقينا الله تعالى بحاجه ليل طول خلقنا قل يا اهل الكتاب واديت اي كتاب ولو لم تكفرون بايات الله ولكفر كوي بايتون دالله دا القرآن والله شهيد على ما تعملون والله تعالى خبر دي باي كارنو جتاسي كوي قل يا أهل الكتاب وعدت كتاب والو لما تصدون عن سبيل الله ولما نكوي تصد الله دلالنا من آمن غشال رشي مان لئيم تبغونها عوجا لطوه تاسو دغلال لرا کغلش وانتم شهداء حاندارش تاسو پوئيم وما الله بغافل عما تعملون وند الله غفلت والا دائكارنا شتاسو كوئيم يا أيها الذين آمنوا ايمان والو ان
تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب فتعبداري وقرا تاسو دي اوتالي داي كسعنا شي كتاب وركري شيري يردوكم بعد ايمانكم كافرين واپس وہ گردی تاسو لرا پس ایمان تاسو نا کافران وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ نصرنگی تاسو کفر کو لشے او حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دالا وفیکم رسول او پتاسو کی سنت دا رسول داوشترے ومن يعتصم بالله او چاش منگو لیک لککڑی دا اللہ بدین فقد هدی الى صراط مستقیم یقینا ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ایمان والو یرکو اید اللہ تعالیٰ نا پورا یرداؤں ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہم مرے تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام درون کیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگل ایک لکی قید اللہ پر سیبانی پیو دے ولا تفرقوا مجدا کی عید رسینا واذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو اِذْ كُنْتُمْ مَعْدَآ کَلِشِ وَعِتَاسُ دُشْمَنَانْ قُرَنَئِ كِي فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نَجُوڑَ خِرَعَوَ اسْتَاسُ دَ ذُلُونُ تَرْمِن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا نَشْوَعِتَاسُ بَسَّبَوْ دَنِعْمَتْ دَاغَسَرَا رُونَ رُونَان وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ أَوَيْ تَعْصُوا بَغَارَ دَيُوْ كَنْدَ دَوُرُ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا نُبَشُوا سَاتِلِي تَعْصُوا دَعِي وُرْنَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ دَغْسِي بَيَانْ كِيَ اللَّهَ تَعْصُوا دَخْبَ الْآيَاتُنُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عَوِدِ اسْتَاسُنَا يَوْدَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ شِدْعَوَتْ كِي خَيْرْتَا وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ عَمَرْ كِي خَلْقُ تَعْدَنِكُ كَارُونَ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ عَوْمَنَ كِي دَبَتْ كَارُونَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَدَعَ وَلَا تَكُونُمْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُونَ اَوْمَكِ غَيْدَائِ قَسَانُ بَشَانِ جُدَا جُدَا شُوَلْنِ وَاخْتَلَفُوا وَيَخْتِلَافِ شُرُوكُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ رُسُدَانَا شِرَاغِ الْعُدِي تَوَازِ حُكُونَا اَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ النَّذِيمِ اَوْدَا قَسَانُ تَدِدَ فاورش سپین بشی باز مخونان وتسود یور و تور بشی باز مخونان فاما اللذین سودت یورون نا کسانش تورشی مخون دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دیتبوئی لشائے کفر کرے تاسو پس دیمان ساسنان فزوق العذاب بما کنتم تکرون موسکِ عذاب پسودائے جداسو کفر کاؤں وَأَمَّا الَّذِينَ بِعَضَّتُ جُوْرُمْ وَآَكَسَانْ چِسْبِنْ مَيْمَقُنَ دَائِمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ لِبَدِ بَخَاس رَحْمَتَ اللَّهِ كِي هُمْ فِيهَا خَالِدُمْ دِبَ پَائِ قِيَامِ شَرِيمْ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ دعایتنا دا اللہ تعالیٰ دی نتلوها علیک بالحق بیانوں گا دل را پتاونی دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین انہو گاڑی اللہ تعالیٰ ظلم کول پخل کو باندے
ولله ما في السماوات وما في الأرض وخاص باختيار الله كي ياسدنا شد اسمان منك عاشد ازمكك وإلى الله ترجع الأمور وخاص الله تعالى قردو خاص الله تعالى قردو لشيط الكارنا كنتم خير أمة يتاسو غرد لام أخرجت للناس رئيس رشيه دفار دفايد دخلكم تامرون بالمعروف حكم بكاء خلق تدنيك وتنهون عن المنكر ومن بكاء دبدينا وتؤمنون بالله ويقين بساطه بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي إيمان رو كتاب ولو استاسو إيمان بشان داب غريد بارد دين منهم المؤمنون بعض دري كتابيان مؤمنان نشتره وأكثرهم الفاسقون قدير دري ندين نافرمان لن يضروكم إلا أذام اشتره زرن نشيدر قولي تاسا مگر دخل بدويل وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاو سرانو بگذی تاو سشاگانی ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشکی رید دیم ضربت علیهم ذلتو اینما سقفو تا پکڑ شر پریبان ذلت حرد شری مندلشیم الا بحبل من اللہ مگر کل شراتن کی دی رسائد اللہ و حبل من الناس و رسائد مومنانو و باعو بغضب من اللہ و اختشی دی پا غضب سرد اللہ در طرفنا و ضربت علیم المسکنہ و تعب شید قدیمان اخواریم ذالک بأنهم کانو یکفرون بآیات اللہ داد دی وجنا شدی کفر کو پایتن اللہ ويقتلون الأنبياء بغير حق أو جلي بغمران بغير جرم شرعنا ذلك بما صو كانوا يعتدون أضعف صوب ذي شرنا فرماني كولا وضحدنا تروت لقول